بالاحترام، وأنه لا يوجد فوارق ما بين الأندية الكبيرة النادي الأهلي ونادي الزمالك. بص رئيس النادي الأهلي، أو بلاش أقول رئيس النادي الأهلي لأنه في النهاية هو أسطورة كرة القدم المصرية الكابتن محمود الخطيب، زار النجم الكبير وأحد أهم النجوم الكبار اللي موجودين في نادي الزمالك، و رمز من رموز نادي الزمالك الكابتن أشرف قاسم. الكابتن خطيب اليوم ده الحقيقة عمل زيارتين مهمين جدا جدا جدا. الزيارة الأولى كانت للنجم الكبير كابتن مؤمن زكريا، وبعد كده راح لكابتن أشرف قاسم زميله في الجيل بتاعه وصديقه وحاجات كتيرة جدا جدا الحقيقة. ومن خلال هذه الزيارة حرص الكابتن محمود الخطيب، وطبعا ده كان البيان الصادر من النادي الأهلي على زيارة الكابتن أشرف قاسم نجم مصر والزمالك السابق للاطمئنان عليه، وبقية البيان أمام حضراتكم. وبعد الظروف الصحية طبعا اللي يمر بها الكابتن أشرف قاسم نجم الزمالك، وكشفت عنها وسائل الإعلام مؤخرا خلال الزيارة التي قام بها كابتن خطيب لنجم الزمالك صاحب الخلق الرفيع، عبر الكابتن محمود الخطيب عن دعم النادي الأهلي ومجلس إدارته وكل قطاعاته للكابتن أشرف قاسم، وتمنى له سرعة الشفاء واستعادة عافيته ليعود لممارسة أعماله. هو ده كابتن محمود الخطيب، وهو ده اللي بنتعلمه من رئيس النادي الأهلي وأسطورة كرة القدم، أنه لا يوجد فارق ما بين نجمين كبيرين. الحقيقة كابتن محمود راح للكابتن أشرف في البيت، وكابتن أشرف كشف عن المكالمة اللي كانت ما بينه وما بين الكابتن محمود، وقال إن هو الكابتن خطيب قال له أنت فين؟ قال له أنا نازل أزور، قال له لا أقعد ما تتحركش لغاية لما أجي لك عشان أشوفك، أنت وحشني وعايز أشوفك وعايز أطمن عليك. كابتن خطيب راح له وهو ممثلا لكل أهلاوي محترم الحقيقة في هذا اللي بيعمله كابتن خطيب. الحقيقة كلنا بنتعلم منه، وكلنا يجب ان احنا نتعلم منه ونفهم هو ليه كابتن خطيب بيعمل هذا الكلام. قبلها الحقيقه كان عند النجم الكبير مؤمن زكريا اللي دايما الحقيقه بيسنده سواء بتليفونات او بان هو يزوره، ومؤمن زكريا برضه ان شاء الله يكون في انجلترا خلال هذه الايام، ان شاء الله يرجع بالف الف سلامه، ويكون الجميع الاهلاويه مستنيين مؤمن زكريا ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. طيب خلينا نطلع نشوف تقرير من الشارع الحقيقة من جمهور كابتن أشرف قاسم، وهو بيوجه رسالة للكابتن أشرف قاسم من خلال قناة النادي الأهلي. نطلع نشوف هذا التقرير، وبعد هذا التقرير فاصل، وبعد الفاصل النجمين الكبيرين كابتن شريف عبد المنعم وكابتن أسامة عرابي في ضيافة البيت الكبير، نتكلم معاهم عن النواحي الفنية الخاصة بكأس الأمم الإفريقية ومباراة يوم الأربعاء القادم اللي هنفضل نتكلم عليها خلال الثلاث أيام اللي جاية، كل المساندة وكل الدعم لمنتخبنا الوطني. نطلع نشوف هذا التقرير من الشارع الحقيقة، جماهير توجه رسالة للكابتن أشرف قاسم، ونرجع فاصل، وبعد الفاصل كابتن شريف عبد المنعم وكابتن أسامة عرابي.